الفنون والفنون في كافة أشكالها. الفن التشكيلي لهذه اللوحات التي أصبحت تصل عبر رسائل قصيرة في الواتساب، عبر رسائل صورية، وكذلك المواد الصوتية التي تحمل الألحان والأغاني تتنقل بين الناس في أجهزتنا المحمولة. ولذلك اسمحوا لي أن أحيي الفنان الكبير حمد الريح الذي سيغنينا في هذا المساء من داخل منتدى راشد دياب. مرحبا به، ولكم جميعا أجمل الأمنيات بقضاء أوقات سعيدة في منتدانا لهذا اليوم. مدينة القضارف الرقمية تعتبر محطة للإنجاز السوداني، شراكة مجتمعية لتقديم وتطوير الخدمات الإلكترونية للجميع دون استثناء. أقامت المنظمة عدد من المشروعات المتميزة وحصلت على 7 جوائز دولية في تقنية المعلومات، ووصلت للدور قبل النهائي أكثر من 10 مرات، كان آخرها في العام 2015 جائزتين. تؤسس المنظمة المشروعات وفق الأهداف المشتركة وحوجة المجتمع لها. قامت المنظمة برعاية 15 مؤتمرا دوليا مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وعمالقة التقنية مايكروسوفت وإنتل وجوجل ونوكيا دون أن تدفع مبالغ مالية. أرجو أن أرحب برئيس هذه المنظمة الأستاذ أحمد محمود محمد عيسى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لشركة زي فأنها أتحت لي الفرصة دي وحققت لي أمنية. أنا لقيت الدكتور دياب في فطورة السفارة الهولندية في رمضان الماضي، كانت عاملاه للشركاء بتاعينها، و الانترنت زي انه في ان شاء الله في اجي السنتر دي، والحمد لله حسا حققت هذه الامنيه. فشكرا لاخواننا في جيد، وشكرا لكل العاملين في مركز راشد دياب، وانا شاكرهم جدا في التواصل معي والنقاش المستمر لغايه ما وصلت لهذه. وانا جاي من القضارف وراجع الصباح مدني لانه عندي شغل في جامعة الجزيرة عن التعليم الالكتروني. فانا سعيد جدا ان اكون موجود هنا. دار ارسل رسالة خاصة لكل شركاء المنظمة واقول لهم يعني نحن شاكرين لكم شديد جدا. وبخصوص بالشكر للدكتورة تهاني. دكتورة تهاني مما كانت وزير الدولة كانت مهتمة جدا بالمنظمة، وكانت يعني بتحدث عنها في كل المحافل الدولية والمحلية. ونحن يعني سعيدين جدا انه زي ما قال الاخ حسام انه حصلنا على 7 جوائز دولية رفعت اسم السودان. يمكن يكون في الاشياء دي يعني اشياء متميزة جدا، وفي كل الجوائز اللي انا بستلمها بالجلابية والعمة، وفي معظمها بشيل العلم بتاع السودان وبدرعه في الكتف بتاعي. فنحن سعيدين جدا انه نكون بيناتكم، ويمكن يكون الكلام بتاعي شوية مختلف عن أخوان المتحدثين القبلين الفريق والأخ المهندس عبدي، لأنه ده بيتكلم عن بوليسي وسياسات، وأنا بتكلم عن تطبيقات بتاعة الابتكار والتميز الموجودة في ال. أنا كمؤسس لمدينة القضارف الرقمية واللي هي تأسست في شراكة مع أخواننا في هولندا، وقدرنا عبر هذه الشراكة وزعنا 750 جهاز في القضارف، وكانت القضارف أول محطة لملتقى المعلومات خارج الخرطوم. الملتقى الثاني كان في القضارف، وتميزت القضارف بأنها كانت يعني محطة بتاع التميز لكل التطبيقات بتاع التقنية الموجودة في العالم، لأننا نحن أساسا جزء من مؤسسة التريسنتر، ومؤسسة التريسنتر هي المؤسسة اللي تأسست في 2005 في تونس. وأسست نحن بنتبادل المعلومات مع المجتمع بتاع المعلوماتية عشان نصل للتطبيق بتاع هدم الفجوة الرقمية الموجودة في العالم. نحن بجمعنا مع الاحتفال بتاع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلوماتية زي ما ذكر الأخ حسام أنه في 2006 بعد 2005 الغيبة بتاع تونس اتفقوا أنه يغيروا اسم الـ اليوم العالمي للاتصالات، غيروا له 2000 في 2005 في 2000
أربعة حولوه لاسم مجتمع المعلوماتية بعد 2005. في 2006 تحول وأصبح مجتمع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات. نحن مشينا بالمجتمع ده ونتشرف بأنه من 2008 ما غبنا يوم واحد عن الاحتفال بتاعه. وأول احتفال كان في السودان لليوم العالمي للاتصالات كان في الخرطوم 2 في واحد من مراكزنا بتاعت الصم في معهد الأمل هنا في الخرطوم 2 مع الدكتور طه طلعت بشراكة مع الهيئة العمومية للاتصالات وشراكة مع المركز العمومي للمعلومات. ومن اليوم ديك لغاية يوم الليلة احنا السنوي نحتفل في هولندا في سويسرا باليوم العالمي للاتصالات كمنظمة وبنعمل معرض في الاتحاد الدولي للاتصالات وبنعمل ورشة وبنعمل مداخلات كثيرة جدا في عدة ورش. أهم ما يميز الشغل بتاعنا نحن مؤمنين إيمان قاطع بالثلاث الأهداف اللي هي حددت المسار بتاع اليوم العالمي للاتصالات. اليوم العالمي للاتصالات ده بيختاروا موضوع كل سنة، يعني في 2007 لما بدأ بالشباب، 2008 كان الإعاقة، 2009 الفضاء السيبراني وماشي كده. السنة دي اختاروا الابتكار. نحن عشان نصل للقصة دي اتحددت ثلاث أهداف للاحتفال باليوم العالمي ده. الهدف الأول أنه يكون في بحث ومشاركة، ونحن في التلي سنتر هدفنا الأساسي هو المشاركة في كل المعلومات وفي أفضل الممارسات بين كل أفراد المجتمع الدولي. الشيء الثاني الشراكة، الهدف الثاني منه الشراكة، والاجتماع الحاسة ده الموجود بيوري حقيقة المشاركة، لأنه في شركات الاتصالات كقطاع خاص في الحكومة في منظمات المجتمع المدني في الجامعات والأكاديميين كلهم موجودين، في جامعة المستقبل موجودة، في أشياء كثيرة جدا موجودة، دي الشراكة المطلوبة. الشيء الثالث اللي هو البروموشن أو التسويق للتقارير، ونحن بنفتخر أنه كمنظمة التقارير الرقمية الوحيدين الشريكين في مع الاتحاد الدولي للاتصالات من مارس 2011 في حاجة اسمها الكتابة عن مجتمع المعلوماتية، والشعار بتاع المنظمة بتاعتنا موجود الآن في الصفحة بتاعت الاتحاد الدولي للاتصالات باستمرار، وشهريا بتطلع نشرة وفيها الشعار بتاعنا احنا كناس داعمين لهذا اليوم العالمي. انا ما اتكلم كثير في الحتدية، دار اقول حاجة واحدة، نحن نصبيك، نحن ناس شغل، بالرغم انه كلنا مقتنعين قناعة تامة انه السرعة الماشية شديدة جدا في عالم الاتصالات والسرعة المتزايدة دي خلقت فجوة رقمية كبيرة جدا، يعني ناس فوق وناس تحت، وبالرغم من كده برضو التطبيقات بتاعتها ساعدت في أنها تهدف الفجوة دي، بالرغم أنها هي خلقت الاتصالات برضو الفجوة التطبيقات بتاعت الاتصالات هي اللي ساعدت من القصة دي. أنا أقول لكم ثلاثة أربعة مواضيع صغيرة جدا وبعد ذلك ممكن يكون ده. أقول لكم أول مشروع احنا عملناه هو المشروع بتاع التعليم الإلكتروني للأطفال خارج المدارس. المشروع ده بدأنا في قرية اسمها مد المشمر وبدينا محل انتهى العالم، قرية نسبة الأمية فيها 99%، والآن بدينا فيها لنا سنتين أو ثلاث سنوات وبيستعملوا اللابتوبات، يتواصلوا مع بعض، يتكلموا بالسكايبي، يتكلموا مع العرب الروح البرة في البطانة، بقرهم ويبيلهم غنمهم راحا بيتصلوا مع الاتصال. ده نوع من الابتكار. الابتكار الثاني مع الأشخاص ذوي الإعاقة. الأشخاص ذوي الإعاقة نحن بدينا لهم مشروع ممتاز جدا وصلنا فيهم يعني عدد كبير جدا في الخرطوم وفي قضايف، والان عندنا اكثر من 200 اصم بيتعاملوا مع الحاسوب، وعندنا اكثر من 20 ذوي الاعاقه الذهنيه بيتعاملوا. ويمكن الدكتوره تهاني كانت الاسبوع الفات في قضايف، المنظمه الكويتيه حتبني مدرسه وحتطبق مع الهولنديين، والان البروجكت الموجوده اللابتوبات موجوده، هتكون مدرسة كلها شغالة بالسمارت سكول سمارت بورد عشان ما تعلم الأولاد بتاع المدارس. فأنا ما عايز أطيل، في عندنا مشروع بتاع الزراعة الإلكترونية، عندنا مشروعات كثيرة جدا ثانية، لكن الأهم من ده كله أختم به أنه الاتصالات من الابتكارات بتاعتها أنها ساعدت على حماية البيئة وساعدت من التقليل بتاع الكربون دايوكسيد ايميشن اللي هو انبعاث بتاع الغازات، لانه الليله
عندنا مثال واحد جامعة اندرا غاندي المفتوحة، ودي واحدة من شركانا في العالم. جامعة اندرا غاندي دي فيها 3.5 مليون طالب. انتوا تخيلوا منظر بتاع 3.5 مليون طالب في حتة واحدة، كان حيكونوا الكربون دايكسيد بيطلعوا زي كم. يعني انا امبارح قطعت التذكرة اللي وردي، اول حاجة اهتم بيها بشوف انه وردي ده اللي هو جاي بيصرف كم كيلو بتاع كربون دايكسيد، لقيته بيصرف 1740 كيلو عشان يجي من واشنطن للسودان. تخيلوا انه الناس لما يحضروا الكونفرنس كول والتعليم الالكتروني والحادي بيوفروا على البيئه كم من غاز اكسيد الكربون الممكن يلوث البيئه. اشياء كثيره احنا شغالين فيها الحمد لله، ويمكن الحمله بتاعه المليون امراه اللي بديناها مع الاتحاد الدولي للاتصالات ووقعناها، وانا كنت شاهد عليها في شيلي في 2012، نتجت عنها تدريب مليون امراه مع الاتحاد الدولي للاتصالات اونلاين بدون ما تصرفوا اي قروش عليها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للأستاذ أحمد محمود محمد عيسى، رئيس منظمة مدينة القضارف الرقمية. شكرا كثير. وأرجو أيضا قبل أن أرحب بالدكتور راشد، أرجو من السيد المهندس عبد الدين أحمد الحاج أن يجيب على هذا التساؤل الذي أتاه من